قديما استخدم الأقدمون الحمام الزاجل في نقل رسائلهم، وبين ذلك الحين واليوم قصة طويلة. بدأت الخدمات البريدية في قطر عن طريق وكالة البريد البريطانية عام 1950، وتمت سيطرة الدولة عليها في 22 من مايو عام 1963. كانت تعمل آنذاك بطاقة 14 موظفا، أما حاليا فهي تعمل بطاقة 130 موظفا، معظمهم من الشباب القطري المتدرب والذين يشكلون فريقا متكاملا، كل منهم يعرف موقعه في العمل اليومي الذي تتصل حلقاته بعضها ببعض. ويبدأ هذا الفريق عمله من الساعات الأولى في الصباح الباكر بقافلة تجمع بريد الأمس وتنظم عملية التوزيع على جميع الفروع. وفي قطر 4150 صندوق بريد ستصل خلال 18 شهراً إلى 6200 صندوق. ولتنظيم الخدمة للمواطنين في شتى أنحاء الدولة توجد 10 مكاتب في مدن وقرى قطر، علاوة على المركز العام والوكالات التي تبلغ 14 وكالة لبيع طوابع البريد. واستحدثت إدارة البريد نظام الخدمة البريدية المتنقلة، إذ تقوم سيارة مزودة بكل ما يلزم هذه الخدمة بالطواف في القرى وفي الحفلات العامة وفي المناسبات الوطنية لخدمة المواطنين، وتستخدم هذه السيارة في الدورة الحالية لمباريات الخليج في كرة القدم التي تقام على أرض قطر.
ويتلقى المركز الرئيسي لإدارة البريد 200,000 رسالة يومياً، وتقوم بفرز هذه الرسائل مجموعة من الموظفين، غير أن الختم يتم بطريقة آلية، ويمكن بهذه الطريقة ختم 200 رسالة في الدقيقة. ودولة قطر عضو في الاتحاد البريدي العربي منذ عام 66، كما أنها عضو في اتحاد البريد العالمي منذ يناير عام 69. وشاركت الدولة في جميع المؤتمرات الدولية والعربية، وأسهمت بحظ وافر في الإدلاء بصوتها في المجالس التنفيذية والاستشارية والندوات البريدية.